سائلة تسأل: هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها؟ نعم، يجوز لها ذلك، والأفضل أن تتشاور معه، لكن يجوز لها ذلك. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ميمونة ذات يوم فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة بعد صلاة العيد، فقمنا وتصدقنا في حجر بلال. أما حديثه: لا يحل لامرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها، فمن العلماء من يضعفه، ومن العلماء من يحمله على الاستحباب، والله أعلم.